السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم كما قلت لكم في الفيديو السابق، انا غادي ننزل لكم هذه وصفة الكراميل اللي كتجي سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت كتخرج كمية كبيرة تبارك الله. بقاو معايا في المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير، عندي كأس العنبة السكر، كأس وربع د الحليب، زائد جوج د الملاعق د مايزينا كبارين ما عامرين شي تقريبا غير ممسوحين، د واحد جوج الملاعق د الزبدة. كنوضعوا السكر فوق النار او فوق البوطة، وكنخليوها العافية مهيلة، وكنبقى نحركو هيدا غير من ديك الجوانب اللي غير من ديك المقطع اللي بدا كيدوب فيهم. ومن الاحسن ما تطلعوش في الجناب ديالو ديك السكر باش ما يتحرقش. صافي كنبقى هيدا كنحرك فيه مزيان، وانا هاد البوطه هادي شفتها تحرقوا لي واخا محنيه العافيه ديالها مجهده، بدلت البوطه باش يطيب على خاطرو. اذا تحمر بزاف راه ما يجيكم شي مزيان، وغايجي لكم كراميل ديالكم غايجي مر، ما غايصلحش، ما كيصلحش ديك الساعه ملي كيتحرق. صافي غادي نستمر هيدا بالتحريك ديالو مره مره، غير شويه شويه حتى كيذوب. واخا يتكور لكم هاد الكويرات اللي كيكونوا فيه، ما تخافوش منه، هادوك من بعد كينطلقوا غير بشويه بشويه معاه حتى كينطلقوا. صافي غنبقى هيدا حتى يذوب لي ديك السكر ديالي كامل، ومن بعد نوريكم الخطوه اللي موراه. صافي انا هنايا تقريبا واجد، غادي نوريكم كيفاش كيجي اللون ديالو، خصو ما يفوتش هاد اللون هذا، لان الا زاد تغلق على هيدا غادي يبدا يمرر. صافي غادي نزولو انا دابا مره من فوق البوطه، وغادي نضيف له ديك الزبده، وهاد الخطوه هذه بالنسبه للمبتدئين يتبعوا هاد الخطوه هادي. بنات ما كيقدروش يعدلوا الكراميل غير على هاد الخطوه هادي اللي كيبدا هيدا يغلي فيها بزاف، حيت هو كيما كتنزل له شي حاجه كتضيف عليه شي حاجه ديك الكراميل كيفيض وكيبدا يغلي هيداك بواحد السرعه. ولكن من الاحسن تولوه من فوق البوطه باش تقدروا تحكموا فيه وتخدموه على خاطركم. انا دابا غنحيدو من فوق العافيه، نبقى نحرك فيه هيداك مزيان حتى فحال اللي كنبردو كيتحرك مزيان، ما كيوقع له والو. هيداك ملي كتزولو من فوق البوطه ما كيوقع له حتى حاجه، بالعكس كيسهل عليك باش تخدمو. صافي من بعد كنبقى ندخل فيه ديك الزبده بشويه بشويه حتى كيتفسخ مزيان وكينسجمو مع بعضيتو مزيان. دابا انا ديك النشا اللي كان عندي ضفت عليها الحليب، وكنبدا ندخلو فيه بشويه بشويه، واذا لاحظتوا ما غلا، ما فاض بديك السرعه اللي كيعمل دائما، ما حتى حاجه، هو يعني كنحرك وهو باقي كيف كان. صافي غادي نبقى نحرك هيدا، وانا كنزيد ديك الحليب الكميه اللي كانت عندي كنضيفها بشويه بشويه. هذا هو الحليب اللي كان باقي لي. صافي غادي نبقى كندخلو هيدا فيه بشويه بشويه، وانا كنحاول نحرك بالزربه شويه باش ما يتكور لي، ما يقصح لي مره واحده. دابا ضفت عليه واحد القبيصه د الملح، وهاد القبيصه د الملح ضروري تضيفوها للكراميل باش كتعوض له المذاق ديالو. كيجي الصراحه كيجي المذاق ديالو غزال هاد الكراميل هذا، وناجح 100% يعني لا المبتدئين ولا حتى اللي عمره ما عدلو يعدلو بعينو مشدودين، غينجح معاه ان شاء الله. صافي غادي نحرك بهذه الطريقه، حيت هو ملي كيبدا يتقل خاصك تخف شويه في الحركه ديالو في التحريك ديالو. ها هو كما كتشوفوا من الجوانب ديالو بدا كيتقل. هنايا نتوما غتحكموا في القياس اللي خصكم، كيفاش خصكم يكون خفيف، غتوقفوا غتطفيو عليه البوطه. انا كنت كخصني يكون بهذا القوام هذا كما كتشوفوا، حيت انا كنت غادي نعمر غنعملو كحشوه
من واحد الحلوه. هل بغيتو تقيل هيدا وانتوما اذا بغيتو يكون خفيف على هيدا واحد شويه زيدوا له، بقاو كتزيدوا له هيدا الحليب بالمعلقه بمعلقه حتى يخفف معكم ويوصل للقوام اللي بغيتوه انتوما. وبالنسبه للوزن انا اعطاني 379 غرام تقريبا، تقريبا 400 غرام ناقصه واحد شويه. تبارك الله كيجي كيخرج كميه كبيره وكيجي المذاق ديالو لذيذ. وبالنسبه للاحتفاظ اذا كنتوا غتستعملوها في ديك الساعه عملوا له واحد بلاستيك هيدا من فوق منه حتى يبرد وصافي واستخدموه. اما اللي ما كتحتاجوش ولا بقالك اولا شي حاجه حشي في المجمد، عملوا فواحد العلبه بلاستيكيه وحشي في المجمد وكيبقى مزيان فوقاش ما بغيتي كتجبدو وصافي. ايضا نكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم، كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ولا فيتكم ولو بالقليل. وخليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.